هاي. يعتبر الخبز من أساسيات الحياة، وهو جزء من تقاليد الطعام الخاصة بعدد كبير من البلدان. المصريين القدامى كانوا يقدروا الخبز كتير، وكانوا كمان يستخدموه لما يكون موحل لمعالجة الحروق والجروح الملتهبة. بالحرب العالمية الثانية وبفرنسا تحديداً، كانت سياسة التأمين تمنع بيع الخبز الطازة لأنه طعمته الطيبة بتشجع على الإفراط بتناوله. لهيك كان لازم يكون عمر الخبز اللي منباع 24 ساعة. في بريطانيا بيتم الاحتفال بالسنة الجديدة عن طريق ترك قطعة خبز برات باب البيت مع قطعة فحم وعملة معدنية، ومن المفترض أنه يجلب هالتقليد الطعام، الدفى والغنى لأصحاب البيت بالسنة الجديدة. مين قال؟ تقاليد الدول الاسكندنافية تعتبر أنه إذا أكل صبي وبنت من نفس الرغيف فعلى الأكيد رح ينغرموا ببعضهم. أنا قال، شوفكم بكرة.